إلى أحد في حرب 73 اللي هم الناس الكارهين الحاقدين المغمدين حبوا يعملوا حرب بين المصريين قبطي ومسلم. أكبر ثلاثة قادة كان لهم الأثر في نجاح حرب 73 لولا القبط المصري بقي زكي يوسف دي زي ما قال محمد الشافعي. أنا بقول 50% من نجاح الحرب هو إنك تعبر مش تعبر تقتحم خط بارليف. هي إيه الثغرات برضه عشان الناس تبقى فاهمة؟ أنت عدى 80,000 جندي مصري ومستنين في خلال 6 ساعات تتفتح الثغرات في خط بارليف عشان الكباري تتنصب عشان السلاح الرئيسي بتاعك يعدي. فلو ما تفح لو لم تفتح الثغرات مش هيعدي لا المدافع ولا المدرعات ولا التأمين الفني ولا حاجة. أدي أول قصة. الرجل الثاني اللي أول شهيد على أرض سيناء شفيق متر صدراك قائد اللواء الثالث اللي اقتحم باللواء بتاعه وأول شهيد على أرض سيناء. إذا نزلت سيناء فاغسل وجهك برمالها فإنها مغطاة بدماء الشهداء. الثالث أولا مش دول بس، أنا بتكلم على ثلاثة قادة عظماء. يوم 7 أكتوبر كانت مدينة الأنطرة شرق محررة بفؤاد بدون ألقاب بفؤاد عزيز غالي قائد الفرقة 18. مجرد إنك حررت مدينة بوب فؤاد مدينة الأنطرة يوم 7 يعني ده النص. إحنا اقتحمنا يوم 6 يوم 7 اتحررت الأنطرة يوم 8 الهجوم المضاد. وانا عندي بيت ملاحظي اتفضل. شكرا جزيلا. شكرا سياده اللواء. طبعا بس احنا كمان الوقت اللي هم يعني ابونا قدامه بالظبط اقل من 8 دقائق. يعني انا جت عليا 8 دقائق يا دكتور عمالين تتكلموا من بدري وجت عليا ثلاث. اتظلمنا انا وسياده العميد في الموضوع ده. يعني احنا جايين قاعدين. انا ما استنيتش. طيب انا عامه ليا رؤيه في ليه احنا بنتكلم دايما عن حرب اكتوبر لتواصل الاجيال. وزي ما قال الله يرحمه الرئيس السادات ان قصه وقروها لاولادكم واولاد اولادكم لان دي الحاجه اللي هتفضل يعني بترسم ملحمه واراده مش بس قيادة سياسية ولكن قيادة سياسية وشعب. ويمكن اللي شرحه سيادة العميد من قبل شوية عن تلاحم الشرطة مع الشعب مع الجيش وفي قصص كتيرة وفي حاجات كتيرة محتاجين وقت كتير. لكن خليني أوجز يعني رأيي في الموضوع دوت في حاجة. اوعوا تفتكروا ان احنا مصر احنا بنتكلم على حرب اكتوبر بس احنا عندنا حروب كتير كتير جدا. حرب على مستوى الاعلام، حرب على مستوى الميه، حرب على مستوى رسم الحدود، حرب في حروب اقتصاديه، حرب كمان على الاستثمار جوه مصر وامتلاك أراضي مصر. عندنا حروب كتيرة جدا. عايز أقول لكم لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر. وعلينا كإرادة شعب إن إحنا نواجه وبصراحة جميع الإخفاقات اللي بنمر بيها علشان نقدر نحط رجلينا على الطريق الصح. لكن طول ما إحنا عاملين زي النعامة اللي بتخفي رأسها وتخفي يعني في منها ما هو أمن قومي وما ينفعش إن إحنا نتكلم فيه. لكن في حاجات يعني أنا اتبسطت جدا إن في مجموعة اقتصادية تم إنشائها عن طريق القائد ورئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي عن مجموعة اقتصادية تواجه الاقتصاد بتاعنا وتواجه الأمور الاقتصادية بتاعتنا. دي مواجهة
احنا كده في طريقنا للحل. بعد ما كنا فترة قاعدين عندنا يأس، عندنا ديون كتيرة، مش عارفين نمشي استثماراتنا، مش عارفين يعني في امور كتيرة وفي ضغوط كتيرة. كون ان يفكر ان هو يعمل مجموعة اقتصادية ويلم احسن مجموعة اقتصادية موجودة، يبقى كده احنا بنحط رجلينا على الطريق الصحيح. فيعني عندنا مشاكل كتير في ملف المية مشغلين عليه. يعني انا في مرة في احدى كلامي مع يعني بعض القادة العسكريين الكبار في مهام سيادية، فبسأل بقول له واحنا ليه يعني مش عارفين نعمل حلول مع اثيوبيا؟ يعني احنا عندنا حلول كتيرة جدا. فقال لي ومين قال لك ان احنا مش شغالين على الملف ده؟ فاذا صحيح ما ينفعش ان احنا نعلن عن كل حاجة، بس ده طمني انا شخصيا ان احنا كبلد، لا احنا قوي، يعني بلد قوية جدا، بنشتغل بنفكر، في ناس بتشتغل في السر، في ناس بتعمل حلول. ولازم احنا كقاعدة جماهيرية او القوى الناعمة اللي موجودة في مصر ان احنا نبتدي نطمن اي شائعات تصدر ان احنا دولة فاشلة، احنا دولة مش عارفين نمشي اقتصادنا، احنا دولة مش عارف ايه. لا احنا مش كده خالص، احنا كل الامور بتتم بطريقة مدروسة، ولازم ننقل الموضوع دوت للناس، ودي مهمتنا. والمهمة بتاعتنا دي لا تقل عن البطولات اللي احنا سمعناها النهاردة في حرب اكتوبر. ليه بقى؟ لان المجموعة الاقتصادية دي هم ابطال حرب جديدة اسمها الحرب الاقتصادية. اللي ببعض المشكلات المجتمعية، ودي برضو دي مجموعة فرقة الدفاع عن الوطن، وهكذا. يعني احنا لو اعتبرنا كده يبقى احنا بنعتبر كلنا جنود في البلد دي علشان نساعد ونساهم، حتى لو انا مش في المجموعة الاقتصادية، وانا مش في المجموعة والملف بتاع المية، وانا مش في المجموعة بتاع مش عارف ايه، بس اقدر اوعي الناس، اقدر اقول لهم يا جماعة لا ما تصدقوش، احنا بنشتغل صح، بس اهم حاجة ان احنا نصبر. مفيش حاجة بتيجي بين يوم وليلة ابدا ابدا. مجموعة الطرق والكلام اللي اتعمل ده دخل سنين، شوف احنا قدرنا كم سنة بنغير وبنعمل. ما ده برضو عشان قوة اقتصادية وفكرة الطرق، علشان انا اوصل بدري ربع ساعة، الموضوع له ابعاد تانية خالص. بس المهم احنا كناس واعيين، المهم ان احنا يعني نوعي. اعتقد ان احنا لو قمنا بالدور ده هنكون احنا بنستكمل مسيرة وروح حرب اكتوبر، ونحقق انتصارات في جميع المجالات، كل واحد في مجاله، اللي في مجال الفن والمجال الثقافة والمجال الفنون والمجال، في كل المجالات نقدر ان احنا نشتغل على نفسينا عشان نقدر ان احنا نحقق النصر لبلدنا. اشكركم. اقل من 8 دقايق. شكرا جزيلا ابونا العزيز ارميا مكرم، قناة مساعدة.